مرحبا بكم. الكثير يبحث عن فيديو واحد يستفيد منه بأقصى فائدة ممكنة. يعني أنا أريد أن أدرس الحروف الإنجليزية، الكلمات الإنجليزية، كيف أكون جملة، كيف أنفيها، كيف أحولها إلى سؤال. يعني أنا أريد أن أبدأ من الصفر بس في فيديو واحد واستفيد منه بأقصى فائدة ممكنة. لا أريد أن أدرس فيديو الحروف لوحده، لا أريد أن أدرس كلمات لوحدها، لا أريد أن أدرس تكوين جملة لوحده وغيره. أريد في فيديو واحد أن أستفيد بأقصى فائدة ممكنة، حتى لو كان الفيديو طويل لكن أخرج بفائدة. حروف إنجليزية، أدرس الكلمات وكيف أقرأها، أكون جملة، أحولها إلى نفي، أحول هذه الجمل إلى سؤال. في هذا الفيديو هيكون درس مختلف لأنه فائدته أقوى من أي فيديو شاهدته. خليك معايا. إحنا ندرس الحروف الإنجليزية بشكل سريع، لكن إذا أردت أن تدرسها بشكل متعمق وبشكل بطيء يمكنك تشاهد الدروس هذه منفصلة. هندرس الحروف الإنجليزية الآن كبيرة وصغيرة، وكل همي أنك أنت تركز في هذا الفيديو أنه الحروف العربية لها ما يقاربها في اللغة الإنجليزية، وكذلك الحروف الإنجليزية لها ما يقاربها في اللغة العربية، لكن هناك حروف ليس لها ما يقاربها في اللغة العربية أو ما يعادلها في اللغة الإنجليزية. هنركز فقط على الحروف الإنجليزية وما يعادلها في اللغة العربية. عندنا الحرف A ويعادله ألف، B ويعادله الحرف باء في اللغة العربية، سي، دي، اي، وتعادل الكسرة مثل الكسرة في اللغة العربية، اف، جي، ويعادله الجاء وليس الجيم، الجاء، جاء. هنا الجي يعادله الجاء أي الجيم المصرية، اتش ويعادله الهاء، اي ويعادله الياء، جي هنا يعادل الجيم العربية، الجي هو نفس الجيم العربية، كي الكاف، ال اللام، ام الميم، ان النون، او الواو، بي الباء، ولكن هذا الباء مع خروج هواء من الفم، يعني البي الاولى هو باء مثل اللغة العربية تماما، ولكن هذا الباء غير موجود في اللغة العربية لأنه هذا يخرج من فمك هواء بي بي، لكن البي الأولى بي بي، البي الثانية بي بي مع خروج هواء، كيو نعم كاف، آر الراء، اس السين، تي نعم التاء، يو هذا الحرف له نطقين، اما عندما تجده تنطقه ياء وواو مثل يو، او ينطق مثل الفتحة او الهمزة ا. الحرف في، هذا الحرف ليس مشابها للحرف اف لان الاف هو يشبه الحروف العربية او الفاء العربية، لكن حرف الفي هو أن تضغط بشفتك العلوية على الشفة السفلية من فمك فتقول ف في ف ف، لكن الفاء العربية مختلفة. ثم لدينا الحرف دبليو، نعم ويشبه حرف الواو، عندما تجد حرف الدبليو تقرأه مثل الواو. ثم الحرف إكس، إكس حرف الإكس هو يعني حرفين الكاف والسين، فوجدت إذا وجدت حرف الإكس في كلمة كس كس. ثم الحرف واي، حرف الواي غالبا ما ينطق مثل حرف الياء في اللغة العربية. وأخيرا حرف الزي، زي، والحرف زي ينطق مثل ما ينطق الحرف زاي في اللغة العربية.
الآن أنت درست جميع الحروف الإنجليزية، درست جميع الحروف الإنجليزية وما عادل من الحروف العربية. الآن كل ما تحتاجه إنك تحاول أن تكرر هذه الحروف، ثم ندخل في دراسة الكلمات. هندرس مجموعة من الكلمات، كلمات عن الناون الأسماء، كلمات عن الأدجكتيفز الصفات، مجموعة من الكلمات أيضا عن الفيربز الأفعال. وقدر الإمكان هخلي الموضوع هذا سهل عليك عن طريق إن أنا أضع لك الكلمة وعكسها، يعني الوورد الكلمة والأبزيت والعكس، لأنه تسهل هذه الطريقة على الطالب عملية الحفظ، لأنه يتذكر الكلمة وعكسها. طبعا هذه الكلمات لن تكون بعدد كبير، لكن إذا أردت أن تشاهد أعداد كبيرة من الفوكابلري أنصحك أن تشاهد هذه الفيديوهات. هذه الفيديوهات تضم أعداد كبيرة وضخمة ومفيدة جدا لأكبر عدد ممكن من الكلمات الإنجليزية مع النطق واستخدامها حتى. تعال ندرس الآن مجموعة من كلمات الأسماء الناون، وأهم شيء هنبدأ طبعا بالفاعل. الفاعل ما فيش له عكس، يعني لا يوجد له عكس. يعني أول شيء كلمة I وتعني أنا. هذه الكلمات هي أهم كلمات في اللغة الإنجليزية، وعليك أن تضعها في أول الجملة. مش إحنا هندرس كيف نكون جملة، فركز معايا إنه هذه الكلمات هي أهم كلمات، هي في كل جملة هتحتاج هذه الكلمات. I أنا، he هو، هو، she هي it هو أو هي للجماد أو للحيوان، لا تستخدم للإنسان. it هو أو هي للجماد أو للحيوان، لا تستخدم الإنسان. you وتعني أنت أو أنتم أو أنتما أو أنتن، المهم كل من كان أمامك، كل من كان أمامك كان مذكر أو مؤنث، مفرد أو جمع، تقول له you، تقول له you أنت. ثم they they هم يعني جماد أو حيوان أو إنسان، ما فيش مشكلة. they تعني هم، يعني أكثر من شخص، وللجماد وللحيوان. وأخيرا من كلمات الفاعل we نحن، أنا ومن معي، we. هذه كانت ضمائر الفاعل. الآن ننتقل إلى كلمات الأسماء. teacher مدرس، student طالب، salt ملح، sugar سكر، village قرية، town مدينة، man رجل، woman امرأة، boy ولد، girl فتاة، male ذكر، female أنثى، morning صباح، evening مساء، right يمين، left شمال، earth أرض، sky سماء. الآن هنأخذ مجموعة من الصفات، الصفة وعكسها. good جيد، bad سيء، big كبير، small صغير، fast سريع، slow بطيء، fool أحمق، smart ذكي، noisy مزعج، quiet هادئ، pretty جميل، ugly قبيح، وكذلك handsome وسيم، وugly قبيح، old قديم، new جديد، وكذلك old كبير في السن، young صغير في السن أو شباب، single أعزب، married متزوج، hot حار، cold بارد، cheap رخيص، expensive غالي، same نفس الشيء، different مختلف، hard صعب، easy سهل، tall طويل، short قصير، light ضوء، dark مظلم، وكذلك light خفيف، heavy ثقيل.
هذه كانت مجموعة من الصفات وعكسها باللغة الإنجليزية. ننتقل الآن إلى الأفعال، وسنأخذ الفعل وعكسه. wake up، sleep، يستيقظ، ينام. read، write. send، يرسل. receive، يستقبل. take، يأخذ. give، يعطي. like، يحب. hate، يكره. ask، يسأل. answer، يجيب. open، يفتح. close، يغلق. win، يفوز. lose، يخسر. borrow، يستعير. lend، يعير. show، يظهر. hide، يختفي. push، يدفع. pull، يسحب. arrive، يصل. leave، يغادر. spend، ينفق. save، يوفر. بعد أن قمنا بدراسة الحروف الإنجليزية وأخذنا كيف أنك أنت تنطق وتتحفظ مجموعة من الكلمات مثل الأسماء والأفعال والصفات عن طريق أنك سهلت لك إياها حفظها الكلمة وعكسها، ننتقل الآن إلى أنك كيف how to make a sentence، كيف تصنع جملة. صناعة الجملة كما أخبرتك في السابق أنك تضع الفاعل اللي أخذناه في البداية I وهي وشي وإت ويو وذي ووي، أين تضعهم؟ تضعهم في أول الجملة، هذا كل ما عليك فعله. بعد ذلك تقوم بوضع فعل. ما هو الفعل الذي تضعه؟ الفعل الذي تريده. يعني ممكن يكون الفعل هذا فعل مساعد am، I am، أنا أكون. ممكن يكون he و she و it تأتي مع is، he is، she is، it is، هو يكون، هي تكون، هذا الجماد أو هذا الحيوان أو هذا الشيء يكون. أو قد تكون you و they و we مع are، يعني you are، they are، we are. هذه الكلمات تعني you are، أنت تكون، they are، هم يكونوا، we are، نحن نكون. يعني المهم أنك تضع بعد ال I وال he وال she وال it وال you وال they وال we، أي الفاعل، تضع بعده فعل. هذا الفعل ممكن يكون كما أخبرتك am، أكون، is، يكون، are، يكون. ثم تضع بعدهم فعل يضاف له ing أو اسم أو صفة. واحد يقول لي لا عيد، انت ممكن تضع بعد I am، مثلا ناخذ الفاعل مثلا I am، ممكن تضع بعده فعل، لكن شرط انك تضيف للفعل من الافعال اللي درسناها تضيف له ing او تضيف اسم او صفه. واحد يقول اعطينا امثله، مثلا I am strong. I am strong هذا بعد الـ am جاء صفه، لا نحتاج ان نضيف الـ ing، نحن نضيف الـ ing فقط للفعل. I am strong، جميل. طيب I am tall، أنا طويل، أنا قوي، أنا طويل. I am strong، أنا قوي. I am tall، أنا طويل. I am short، أنا قصير. I am، شوف هنا وضعنا فعل I am going. I am going يعني أصلها go، تضيف للفعل ing. I am going to school ولا to Paris ولا to London، أنا ذاهب إلى باريس أو لندن. جميل جميل. واحد يقول هل ضروري أن نضيف للفعل ing؟ نعم ممكن تضيف للفعل، يعني لابد أن تضيف للفعل ing إذا وضعت I am. طيب إذا ما وجد الآن ممكن تقول I go، وهذا يسمى مضارع بسيط. اللي حاب يعرف هذا الفرق بين المضارع البسيط والمستمر، هناك درس أنا شرحت فيه هذا الموضوع بشكل كامل. ننتقل إلى الفاعل هي. أنت ممكن تقول he is، he is. إيش قلنا؟ يا إما تضع اسم أو صفة، لكن لو وضعت الفعل هتضيف له ing. يعني مثلا he is good، ما هنضيف ing، هو جيد. he is generous، هو كريم. He is stingy، هو بخيل. He is play، خطأ، لابد أن تضيف ing. He is playing. He is cook، خطأ. He is cooking، لأنه play وcook هذه أفعال. وأنا أخبرتك أنك أنت إذا قلت I am ولا he is ولا she is ولا it is ولا you are ولا they are ولا we are، وحبيت تضيف الفعل بعدهم، لابد أن تضيف ing، تضيف فعل للفعل ing. طيب she is، ممكن تقول pretty كما أخذنا إحنا الصفة pretty، جميلة، هي جميلة. أو she is ugly، هي قبيحة. تمام.
لكن إذا أردت أن تضيف فعل فستقول ماذا؟ She is sleep خطأ. She is sleeping. She is sleeping. الـ it هذه نقصد بها الحيوان والجماد، ونقصد أنه مثلا القطة. It is. It is. ها؟ hard. صعبة. It is good. جيدة. It is bad. سيئة. It is old. هي كبيرة في السن. It is young. كده انتهينا. نجيب فعل. It is. ها؟ drink خطأ. يعني نريد أن نقول أن القطة تشرب الحليب، لأنه it هذه أنت بدل ما تقول القطة تشرب الحليب تقول it وتقصد بها القطة، يعني هي تشرب الحليب. It is drink خطأ. It is drinking. Drinking. It is drinking the milk. هي بتشرب الحليب. You عندما تقول you are أنت تكون وضع الصفة اللي تريدها. You are young. You are slim. You are married. لكن إذا وضعت فعل you are eat خطأ. You are eating. You are eating. أنت تأكل. لابد أن تضيف ing. They are brave. هم شجعان. They are afraid. هم خائفين. They are coward. هم جبناء. They are play. خطأ قلنا. They are playing. They are watch TV. خطأ. إيش الصح؟ أنا منتظرك. أحسن. They are watching TV. وكما قلنا تستطيع أن تقول they watch TV. واحد يقول لي على السريع إيش الفرق؟ They are watching TV مع ING يعني هذا الفعل أنت بتشاهده الآن، هم يشاهدون التلفزيون الآن. لكن they watch TV نحن نتكلم عن عاداتهم. فإذا أتحدث معك عن أولادك تقول لي والله هم بيتفرجوا على التلفزيون أو بيشاهدوا التلفاز في المساء في الليل. آخر شيء عندنا الفاعل we. We are swim. لا خطأ. We are swimming. We are swimming. طيب ليش أنت دبلت الإم؟ هذا من المواضيع الخاصة بدروس المضارع المستمر. إذا كان الحرف الأخير الحرف ما قبل الأخير يعني swim قبل حرف متحرك، الحرف المتحرك A و E و I و O و U. إذا كان في حرف متحرك قبل الحرف الأخير يعني الحرف الأخير من كلمة swim هو I. إذا كان في حرف متحرك فأردت أن تضيف ING لهذا الفعل تدبل الحرف الأخير، يعني إذا كان M تخليه MM. جميل. إذا كان T تخليه TT. تمام. حلوة TT. على كل I am swimming. We are swimming. We are walking. Walking وليست walk. We are talking. Talking. أو نقول we are in Paris. نحن في باريس. ما نحتاج الـ ING. We are nice. نحن لطفاء. We are kind. نحن لطيفين. هذه كانت تكوين الجمل باللغة الإنجليزية. بعد ما أخذنا الحروف الإنجليزية وأخذنا كلمات إنجليزية وأخذنا كيف نكون جمل إنجليزية، الآن فقط عملية بسيطة جدا ننتقل لآخر نقطتين. كيف ننفي الجملة؟ يعني الجملة تكون مثبتة نخليها منفية. وكيف نحولها لسؤال؟ عشان تنفي الجملة فقط بتضع كلمة not. أين تضع كلمة not؟ بعد الآن والإز والآر. عملية بسيطة جدا. يعني you are late أنت متأخر. You are not late أنت لست متأخر. He is good هو جيد. He is not good هو ليس جيد. Sarah is beautiful. Sarah جميلة. Sarah is not beautiful. Sarah ليست جميلة. I am happy. أنا سعيد. I am not happy. أنا لست سعيد. They are students. هم طلاب. They are not students. هم ليسوا طلاب. We are cooking. نحن نطبخ. إن فيها أحسنت. أحسنت. We are not cooking. العملية بسيطة جدا. إذا عملية تضع فقط كلمة not. The people, الناس, are watching TV. الناس بتشاهد التلفاز. إن فيها. The people are not watching TV. بكل بساطة. ننتقل للنقطة الأخيرة وهو الكويستشن. كيف تحول الجملة إلى سؤال؟ وهذه من أسهل دروس اللغة الإنجليزية. عشان تحول أي جملة إلى سؤال في اللغة الإنجليزية تقوم فقط بعملية عكسية. يعني كيف تقوم بعملية عكسية؟ يعني إذا كان عندك جملة You are playing football. أنت تلعب كرة القدم. تقوم بوضع الآر في أول السؤال وتضع اليو بعدها. يعني Are you playing football? Are you playing football? هل أنت تلعب كرة القدم؟ They are swimming. هم يسبحون. Are they swimming? هل هم يسبحون؟ She is cooking. هي تطبخ. السؤال منها أحسنت. Is she cooking? هل هي تطبخ؟ Sarah is playing cards. بتلعب الكارد. Is Sarah playing cards? أحمد is buying clothes. أحمد بيشتري ملابس.
حولها الى سؤال ونريد ان نجعلها هل احمد بيشتري ملابس؟ احسن is احمد buying clothes؟ كذا واتمنى ان يكون الفيديو فادكم، واتمنى انك انت استفدت من الفيديو هذا. بدينا بالحروف واخذنا كلمات واخذنا جمل وكيف تنفي الجمله وكيف تحولها الى سؤال. اعتقد الدرس رائع جدا ومفيد جدا. اذا اردت مثل هذا الفيديو اكتبوا لي في التعليقات وشاركوا مع زملائكم. Good luck. Thank you very much. شكرا جزيلا. See you soon. رقم قريبا. مع سلامة الله.